سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ الفراغ في لغة العرب يأتي بمعنيين، إما الفراغ بعد شغل، تقول لإنسان ائتني، يقول لك عندما أفرغ لأنني مشغول، وهذا لا يقع ولا يتحقق في حق الله سبحانه وتعالى. وإما بمعنى القصد، أي سأقصدكم، وهذا المعنى هنا هو المتحقق يوم القيامة، أي سنفرغ لكم، أي سنقصدكم بالحساب، وسنقصدكم بفصل القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يشغله أمر عن أمر ولا شيء عن شيء، فلا يتحقق المعنى الأول بذات الله سبحانه وتعالى. فهنا يراد بقول الله سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان هو الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للإنس والجن. قال سنفرغ لكم، وهذه فيها تخويف وفيها تهديد وفيها وعيد شديد وفيها زجر، فهي آية تنخلع لها القلوب لما فيها من تحريكها وتذكيرها واستيقاظها من الغفلة. فقال سبحانه سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي بعد أن تنقضي هذه الدنيا هنالك يوم يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء وللحساب. سنفرغ لكم، قال سنفرغ بضمير الجمع النون، وهذه فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن هذا اليوم هو بقدرة الله وبعظمته، وأنه سيجمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم بقوته. قال سنفرغ، والله سبحانه وتعالى واحد أحد، قال سنفرغ لكم، أي هذا القصد وهذا الحساب الذي سيقرر فيه ربنا سبحانه وتعالى كل إنسان على ما فعل، وسيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، ولا تخفى عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات. قال سنفرغ لكم، إذن الأمر متعلق بمن عليهم التكليف، الإنس والجن. قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها الأصل هي تلفظ أيها مع الألف، ولكن في ثلاثة مواضع في القرآن هذه الألف لا تكتب، موضع فيه الإفراد وقالوا يا أيها الساحر، وموضع فيه التثنية وهو هذا الموضع سنفرغ لكم أيها الثقلان الإنس والجن، وهنالك موضع آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فيه جمع. هنا ذكر العلماء طبعا لعدم وضع الألف في الرسم، وإلا فهي تلفظ، قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، لأن البعض قال هنا تأتي الفتحة بدلا من الألف، وبعضهم قال لم توضع هذه الألف لأنه في إحدى اللغات قابلة للضم بدلا من الفتح، ولأهل التخصص في رسم المصحف أقوال أخرى، ولكن هذه من الفوائد التي أحببت أن أبين في هذه الآية.